مرحبا، احلى سهره فيهم وسلامه جميعا. اليوم في عندنا بوكس كبير من امازون، شايفينه واكبره؟ بدنا نشوف شو فيه. شو رايك يا ادم، شو تتوقع؟ ممكن في باتريز، ممكن ما في باتريز، خلينا نشوف. طيب خلينا نزغ نشيلهم. شوف شو هذا، شو هذا، شو هذا. اوكي، في اربع شغلات. الاول اشي هون هذا سمارت سنسور كار وايرلس تشارجر. هذا وايرلس تشارجر للسياره اي ثينك. ها تفتحها نشوفها. للسياره سمارت. خلينا نفتحها، شو رايك؟ يلا دام نعمل لهم انبوكسنج. هذول حبايبنا، لازم يشوفوا شو بالاشتراك، صح؟ اوكي، واخيرا طلعوا USB-C. USB-C، وفي ورجيهم ال $20 gift card. عندنا $20 عطانا. اوكي، هذا الماونتن تبعها عشان تحط لها. اوكي، في شغله مش عارف وين هاي بتيجي، ممكن هون. لا هاي اعتقد. اوكي، هذا هو اليوم حنجربه احنا نعملكم. اوه، هذا بتقدر تحطه هون او هون. اوكي، يعني بتقدر تحطه بال، بس اعتقد راح يكون ثقيل. بتقدر تحطه بالهاي. جود، حط فكره جيده. اوكي، فكرة جيدة. طبعا واخيرا USB-C. واخيرا. طيب خلينا نحطهم باك ونحكي لكم عن الشغلة الثانية. اوكي، يلا اللي بعده. هلا هذا صح، هذا سمارت LED لايت. هادي ادم بضله يشيل LED لايت اللي احنا حاطينها عند التلفزيون. فانا اليوم قلت له ترجعها، ما رجعها. فانا جبت واحدة عشان الغرفة تبعتي مش عشانه. طيب هاي ميوزك، شوفوا هاي فيها عدة الوان مع الميوزك، وديمبل يعني بتقدر تصغر وتطول تكبر، وبيلد ان مايك. شو يعني مايك؟ مش واو. هون في كولر سبيد ومود، مود، وفي حتى ريموت كنترول. كتير منهم، في واحد اثنين ثلاث أربعة. وفي شغلات مش عارف شو هي لإيش. المهم هذا قصة، شكله الريفيو تبعه بدنا نعمل له ريفيو. بس في شغلة حلوة، يعني حلوة شكلها، حنعمل اليوم استوديو. اوكي، حتى مش قابل يرجع. هاي المشكلة لما بتفتح البوكس برجعها زي ما كان. طيب اللي بعده هذا make your life full of power. ما بعرف شو هذا. هو fast، اوب سوري، هو fast charge data transfer safe reliability و lifetime warranty. lifetime warranty، اشي حلو. شو هم؟ يعني إذا تكسرها يجي كمان. هذا lightning. بس كابل هذول. one lightning، two lightning، three lightning، four lightning، five lightning. five lightning cables، هذول للآيفون وللآيباد، بس good quality هذول، يعني للعمر. فجبناهم عشان الآيباد والآيفون، عشان نحطهم نرجعهم. اخر اشي هذا، ما هو هذا يا يعني. خلينا نشوف شو بوكسك. بوكس غريب. feel in love with your voice، احب صوتك. طيب حلو، نشوف شو احب صوتك. اوهو، واو، كتالوج
هذا شو اسمه فويس كارد. اوه هذا واو عن جد شكلها جود كواليتي، هاي عشان الصوت فلتر. مايكروفون، هذا مايكروفون وطلعوا واو 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 مونت، راح نصير فيري بروفيشنال. طلعوا هاي تحطها مش عارف كيف، هذا هيك وهذا هيك. جود جوب. طيب هذا مايك، هذا هو الريفيو السريع تبعنا. اوكي اذا بدك تشوف الريفيو عملوا لايك كومنت وسبسكرايب عشان تشوف الريل ريفيو ونعملهم every detail. واذا انتم حبون هذا عملوا لايك كومنت وسبسكرايب عشان تشوف الريفيو، ونشوفه بفيديو تاني. سلام. السلام عليكم. صراحة احنا كنا نمزح معكم، مش بس هداك، في كمان واحد. تعال ادم تعال. في كمان بوكس جاينا. ايش فيه؟ شو تحط؟ هون في باتري. تو باتري. خلينا نجرب نفتحه. ايش كبيرة. اوكي. لازم امازون يعطونا سكينة خاصة. اوكي. اثنين اشياء. اثنين. وعندنا ديجيتال تريل كاميرا. واو. وعندنا كمان. شوفوا شو هذا. احنا ورجيناكم قبل شوي الماونت تبع التلفون. اوكي. وهذا برضه واحد بنعمل بينهم كومباريزن احنا. هذا USB-C واخيرا. هذا بس بيجي زي هيك وماونت على هذا. هذاك فيه اكثر شغلات مع انه هذا اغلى، بس نشوف كل شيء together والكواليتي. ونشوف برجيكم اياهم بالحلقه القادمه. اعملوا سبسكرايب للقناه ما تنسوا عشان تشوفوا الفرق بينهم الريفيو. هون عندنا واو، شوف هذا الكتالوج. هذا واو شكلها صعبة هاي. طبعا هاي حقها $130 كاميرا، زي ما انتم شايفينها هيك منظرها غريب. ايش هي؟ خلينا نفتح. واو. Before you start, please insert memory card. طيب هاي شوف الانسايد. هاي فيها سنسرز، يعني بتحطها برا بتقدر تصور الحيوانات لما تيجي. واو. بدنا نعمل تيست ونشوف. نعملنا تيست هون كيف تقدر تحطها على ماونت. في شوية شغلات، في ستريب لها، فشكلها very high quality كاميرا صراحة. صح؟ بتقدر تربطها بإشي هون. خلينا نشوف. والله أنا عاجبني شكله منيو. anyway حنعمل لها ريفيو وحنحكي لكم عنها. والله هابي شكلها. اوكي. فعشان تحضروا كل الحلقات وتحضروا الريفيوز شو لازم تسووا؟ لايك، كومنت، وسبسكرايب. عشان تشوف كل الحلقات وسلام، ونشوفه بحلقات تانية. باي باي. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل